السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم حاجتين مهمين جدا. حاجة اسمها iterating over item، إزاي تعدي على الأيتيمز اللي عندك اللي موجودة عندك في اللوكال ستورج كلها، وتعرف إزاي إن البراوزر بتاعك بيسبورت اللوكال ستورج، عشان بناء عليه أنا هسيف الداتا ولا لأ، أو هستخدم اللوكال ستورج ولا لأ. لازم أعرف البراوزر بتاعي بيسبورت اللوكال ستورج ولا لأ. كلام جميل جدا. واحدة واحدة، ازاي تعدي على الايتمز كلها اللي موجودة في اللوكال ستورج؟ قال لي بمنتهى البساطة، أول حاجة تعالوا نحط كذا ايتم في اللوكال ستورج. فأقول له لوكال ستورج سيت ايتم، وليكن أول واحد مثلا وليكن أسميه فيرست، والفاليو بتاعته وليكن واحد مثلا، وهعمل كمان واحد أسميه مثلا سكند، والفاليو بتاعته 2. حلو الكلام؟ كلام جميل جدا. نفتح اللوكال ستورج عندنا، اعمل ريفريش اهو، وروح على الابلكيشن، دلت الدنيا كلها، اعمل ريفريش اهو، عندي فيرست وعندي سكند. اول واحد اهو الفاليو بتاعته رقم واحد، وتاني واحد الفاليو بتاعته رقم 2. كلام جميل جدا. طيب ازاي تعدي بقى العناصر عندك؟ الفيديو اللي فات خدنا ازاي اعرف اصلا ان عندي عناصر عن طريق اللينس. قال لي لازم اول حاجه تتشك ان في لينس ولا لا. فانا اقول له بمنتهى البساطه اول حاجه الفور، واقول له مثلا ليت اي بتساوي صفر. الاي اقل من كام؟ الاي اقل من اللينس بتاع اللوكال ستورج، ويفضل تحط الفور دي كلها في اللوكال ستورج لينس يعني، بس انا عارف خلاص عندي، فخلاص هستخدمها على طول. انت تاكد الاول اصلا هعمل فور لوب الاول، يبقى لازم يكون في عناصر موجوده. فاقول له لوكال ستورج لينس، حط الحته دي كده اللي انا اصلا عمال اقول فيه ده، تقول كده حط دي كلها فين؟ if condition هنا كده، عشان تعرف ان انا بعدي فعلا على عناصر ولا لا. كلام جميل. فبقول له الاي اقل من اللوكال ستورج لينس اللي انا عارف انها باتنين دلوقتي، والاي بلس بلس. كلام جميل جدا. طيب اول حاجه انا عايز اجيب الكي واجيب الفاليو بتاعته. هجيب الكي ازاي؟ مش احنا عندنا ميثود موجوده في اللوكال ستورج اسمها كي؟ بجيبها ازاي برضو؟ اقول له اعمل مثلا متغير اسمه كي، واقول له بيساوي لوكال ستورج دوت كي. قلنا الكي دي بتاخد الاندكس بتاعك، والله لو خدت صفر يبقى كده انت ماسك اول عنصر اللي هو الفيرست، خدت واحد يبقى انت ماسك تاني عنصر. فانا اقول له اوف اي، الاي ده اللي عمال يزيد، مره يبقى بصفر بواحد باتنين وهكذا. بعد كده هات الفاليو بتاعت الكي ده، انت ماسك اوف صفر اللي هو الكي بتاعه اسمه فيرست، هات الفاليو بتاعته. كنا بنجيبها ازاي؟ بالظبط، انا مثلا وليكن متغير واقول له لوكال ستورج دوت جيت ايتم، اجيب الفاليو عن طريق الجيت ايتم. طب الكي اسمه ايه؟ خلاص ما انت مسيفه في الكي فوق اهو. ما هو الكي ده مره هيبقى بكلمه فيرست ومره هيبقى بكلمه سكند. كلام جميل. اعمل لي بقى كونسول للداتا دي كده، كونسول دوت لوج الكي والفاليو، وروح شوف الدنيا عندك في اللوكال او في الكونسول عندك، ريفرش اهو، هتلاقي عندك كلمه فيرست واحد وسكند اتنين. جاب لي الكي لوحده والفاليو بتاعته، جاب لي الكي وجاب لي الفاليو. خزن بقى عندك 100 ايتم في اللوكال ستورج كلهم هيجوا بالفور لوب دي. كلام جميل جدا. يبقى عرفنا ازاي بعدي على العناصر كلها عشان اجيب الداتا بتاعتي من اللوكال ستورج. طيب تاني حاجه بقى، اعرف ازاي ان البراوزر بتاعي بيسبورت اللوكال ستورج؟ عندك طريقتين. اول طريقه الكود بتاعك، وتاني طريقه ان انت تستخدم كان اي يوز، اللي هو تكتب هنا كده لوكال ستورج، فيقول لك سبورت ولا على انهي براوزر وهكذا، ومعظمهم سبورت على كل براوزرز يعني. كلام جميل جدا. طب طريقه الكود ايه؟ طريقه الكود بمنتهى البساطه، قال لي بكتب كده if in الويندو دوت لوكال ستورج، والله لو في لوكال ستورج كده معناها لو في لوكال ستورج اعمل لي مثلا كونسول دوت لوج يس، لو ما فيش اعمل لي نو. تعالوا نعمل ريفريش ونشوف الكونسول، في فعلا لوكال ستورج في البراوزر، سبورت على البراوزر ده. طب ايه الطريقه الثانيه؟ قال لي ممكن تكتب if كده، او تكتبها بالطريقه الثانيه تقول له كده if ان التايب اوف كلمه ستورج لا تساوي الاندفايند. دي طريقه ثانيه بتقول له لو التايب اوف الستورج بتاعتك، ما هو ما احنا قلنا اللوكال ستورج كده تايب اوف ايه؟ ويب ستورج اي بي اي. فقال لي بتقول له كده if ان التايب اوف الستورج بتاعتك مش اندفايند، دي معناها ان في لوكال ستورج. هعمل ريفريش، نفس الكلام بالظبط، كلمه يس اهو، ريفريش اهو برضه يس. يبقى بمنتهى البساطة عندك طريقتين في الكود، إن أنت تقول له if إن الويندو لوكال ستورج كده معناها هل في لوكال ستورج ولا لأ؟ أو if إن التايب أوف الستورج لا تساوي أندفايند، دي برضو معناها الويندو لوكال ستورج.
يبقى الفيديو ده اتعلمنا حاجتين، ازاي اعدي على كل العناصر عندي واجيب الاي الموجوده في اللوكال ستورج واجيبهم بالكي والفاليو بتاعتهم، وازاي اعرف ان البراوزر بتاعي سبورت اللوكال ستورج عن طريق موقع كان يوز، او بطريقتين الكود اللي احنا كتبناهم من شويه اللي هي التايب اوف ستورج والويندو دوت لوكال ستورج. اتمنى يا رب يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.